مساحة حرة. في مساحة حرة نستضيف اليوم المخرج الكويتي يعقوب مهنا والمنتج أيضا حنان عاد لنا في الأستوديو من جديد. نعم، ليس بالغريب على أسماع مستمعين في عالمنا العربي. بداية يعني نتمنى لك يعقوب مع بداية هذا العام يعني إنجازات إن شاء الله تكون مستمرة ونجاح، وكل عام وأنت بألف خير. نقول بالفرنسي بوناني، مزبوط بوناني. كل عام وانتم بخير. وانت بخير، وان شاء الله يا رب اذاعه مونت كارلو وكل قائمين فيها، وانتم طبعا نجوم مونت كارلو، ان شاء الله في ازدهار وفي صحه، وسنه عن سنه ان شاء الله يكون في انجازات لكم باذن الله. بدت معك اول دحته انت العام الماضي 2016 بانجاز مهم جدا، وعملت على هذا العمل وخرج بصوره رائعه، وحده للفنان العالمي الشاب خالد، انجزت انت معه هذا العمل. نبدا من الاخير، هل انت راضي عنه؟ عن العمل طبعا. يعني شوف، انت قلت من الاخير صح؟ نعم. طيب، من الاخير العمل هذا أنا أعتبره عالمي. طيب. أوكي، لأنه كل المعطيات اللي فيه عالمية. يعني جيت أتكلم على الشاب خالد فهو عالمي، جيت أتكلم على فكرة الكليب فهي عالمية، وكانت فكرة الموضوع الحب السرم من باريس لو شفت الكليب. نعم. فأيضا عاصمة عالمية. طيب تجي للكلام فرنسي تركيبته عالمية، تجي للحن ملحن طلال حطها في سياق عالمي، قبول الجمهور، تشجيع الجمهور للعمل، هذا الشيء احنا نعمل اللي علينا، وهذا ردود الفعل احنا نستقبله. اين تم اللقاء بشاب خالد؟ في باريس طبعا. بداية العمل في باريس، وكان المطبخ الفني هو باريس. من الاول كانت الاغنية موجهة لشاب خالد؟ طب لا، هي طبعا هي احنا عملناها لمحمد عبدو. اوكي. في الاصل. ومحمد عبدو وصلها للفل العربي. اوكي. واحنا لما شفنا مع الموسيقار طلال شفنا انه بعد الجمله اللحنيه قد يصل للعالميه، لكن محتاجين الى شخص يصلها للعالميه، فهو الشاب خالد اكيد بلا منازع. هذا هو السؤال المهم يعقوب، يعني هذه الاغنيه الان وصلت للعالميه لكن تجاوزت المحيط العربي، هل كان هذا في ذهنك؟ هل كانت هناك مؤامره من نوع ما لكي تتجاوز بهذا العمل؟ نسميها مؤامره، لماذا؟ لانك كنت على علم ودرايه مسبقه بان هذا العمل سيتجاوز كلنا على علم، مش انا بس، خالد. نعم. كان على علم. نعم. انا على علم، طلال على علم. طيب، هي مش مؤامرة، هي بريدج. طيب، شفت البريدج؟ نعم. أنت محتاج قفزة بزانة سمي، قفزة قوية جدا. طيب. يعني إحنا خلينا نقول محمد عبدو نشرها عربيا. نعم. أكيد، وفنان كبير طبعا محمد عبدو، ما نختلف عليه، لكن العالمية هي عند خالد فقط في كمطرب عربي يعني. طيب. طيب المستمع، احنا محمد عبدو لما غنى وحدة بوحدة حققت على فكرة على المستوى العربي وعلى مستوى الخليج نجاح باهر، لليوم تسمع بصوت محمد عبدو. بس يعني انه هكذا تأتي الفكرة انه يغنيها خالد بهذه الطريقة، يعني الناس اللي سمعوها بصوت محمد عبدو كيف تقبلوا هذا التغيير؟ هي الموضوع اثار ضجة بصراحة. نعم. عمل مشاكل شوي. فعلا. عمل مشاكل ما بين فانز محمد عبدو وما بين فانز خالد، لكن يعني بالعكس، يعني يمكن لو خالد احد غنى له غنية راح يفرح. فعلا صح. وغنوا له كثير، دي غنوها بكم لغة؟ فوق 100 لغة. نعم. فرضا محمد عبدو مثلا، أنا والد عمل محمد عبدو ليلة ليلة، والدي أرحانه، غنت في أكثر من 50 لغة، المفروض يفرح. لكن هي ما في مقارنة كثر ما هي خلينا نقول تعشيق العمل من مكان إلى آخر، هي ما فيها مقارنة. يعني نعم. تيجي المقارنة ما في مقارنة. نعم. لأن محمد له جمهور ولا وضعه، وخالد لا جمهور ولا وضع، يعني ما نقدر نقارن، يعني ما نقدر نقارن، باعتبار انه يعني نتكلم ايضا بصراحه، يعني الفنان محمد عبدو كما قلت انت يعني لا نختلف عليه كثيرا، ولكن فنان لوكال حتى الان، يعني محلي في العالم العربي، لديه انتشار خارجي للمحبي الموسيقى العربيه. انت ربما لا تستطيع ان تقول هذا الحديث، ولكن نحن نقول هذا الحديث. الشاب خالد معروف، لكن نعيد السؤال مره اخرى، نركب السؤال بشكل مختلف. انت قوي اليوم. لا قوي. لا، لانه متعود عليك. نعم.
فكرة بس بداية السنة. بتدخلني مشاكل. لا أنا ما حدخلك في مشاكل، لكن سنعيد السؤال. طيب. الشاب خالد غير معروف كمحمد عبده في العالم العربي. كيف يعني؟ يعني ليس لديه مكانة محمد عبده للمستمع العربي. لا لا لا. يعني مؤخرا الشاب خالد. ولا مؤخرا ولا قبل. لا لأنه التغينا بالشاب خالد في الجزائر، التغينا به في تونس، والآن وأصبح يعمل حفلات، بعض الحفلات في القاهرة. يعني الفنان شاب خالد زار القاهرة حتى الآن 3 مرات لثلاث حفلات. لا لا لا، أول شيء شوف أنا عاطف أول مرة أختلف معك. طيب يلا. وراح يصير بيننا مشاكل الحين. طيب. ما تخافوا انا موجوده بيناتنا، انا دائما صديقتي القويه. طيب قول لي. لا اول شيء نعم، ما تقيس نجاح فنان بعدد حفلاته او عدد البوماته، صح؟ كافي انه خالد علمنا اللغه الفرنسيه على فكره. احنا تعلمنا احنا اي شيء كوتوما. انا حابعدك، انت لست مقياس، انت متابع للموسيقى العالميه، لكن اتحدث عن المواطن العربي العادي. اساله عن الشاب خالد محمد عبده، يعني روح السودان، روح اليمن، روح الخليج، روح مصر. يعني مصر أيضا هناك من يستمع للشاب خالد، لكن محمد عبده ما زال موجود محلي. محمد يعني محمد عبده معروف وخالد معروف، لكن احنا نتكلم على يعني خلينا تركيب أكبر ديتابيس. طيب لو بتدخل ديتابيس زين، أكبر ديتابيس منه؟ طيب صحيح ولا؟ وخل بالك هذه مش مقارنة كثر ما هي سيجمنتيشن. أنت قاعد تفصل يعني، احنا نقول كبر السيارة هذه فرضا لو ناخذها على السلع. طيب. السيارة هذه يركبها مثلا عدد معين وفصيلة معينة من 16 ل 30 سنة. طيب. خالد جمهوره من 10 سنين لغاية سنه هو. حقيقة. عرفت؟ نعم. خالد عنده ايمج، خالد عنده ستايل. محمد عبده هو محافظ في الزي الخليجي دائما، تشوف على الحفلات فقط. لكن انتشار اعلانات تشوف خالد حفلات في كل مكان، تشوف خالد يخاطب جميع اللغات والأعراق، لأن الميوزك ما تتعدي. أنت اختصرت هذا، قلت لا مقارنة بين الاثنين. لا مقارنة، هذا 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 لا مكانه وهذا لا مكانه. نعم. طيب ما يخالف، هكذا نقول، ما يخالف صح. أيوة. ما يخالف. يعقوب هنا، لماذا لم تقترح الأغنية يعني أنه تبقى بصوت محمد عبده ولكن يشارك في الغناء مثلا بالفرنسية ولا بالإنجليزية لا أدري شخص آخر، أو شاب خالد؟ لماذا لم يدخل؟ ليش ما احتفظتوا بصوت محمد عبده وكان في صوت ثاني مثلا لإيصال هذه الأغنية للعالمية؟ تورط اليوم، تورط معنا. لا 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 لا، احنا نسأل، نحن يعني في النهاية أيضا مستمعين. هو صار الحين 6-2 علي أنا. لا لا لا، الله الله الله. هي دردشة على فكرة، في النهاية تبقى دردشة. أكيد طبعا. نرجع مرة ثانية، كانت في فكرة أنه خالد يغني مع شاكيرا، هذه كانت الفكرة الأساسية. طيب. الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها شاكيرا كانت في موضوع الحمل والولادة، وفعلا تكلمنا يعني مع ووصلنا لها عن طريق شركتها من غير ذكر اسم الشركة. وكانت الفترة هذه كان عندها مشاريع أخرى بعد، حفلات، وكان عندها مشروع مع ديزني شيء، كلها توقف عشان الحمل. طبعا احنا ما قدر ننتظر طول الفترة هذه. فبعدين خالد مع طلال قلنا لا، انه خالد هو راح يديها تماما. ليش محمد مع محمد عبده مع خالد؟ الستايل ما تقدر تحط الستايلين مع بعض. لا. صعب يعني، ما بيركب. لا لا ما يصير. نعم. ريحة ريحة بأغنية عاطف. طيب نسمع لهذه الأغنية ونعود بعد ذلك ليعقوب مانا. وحدة وانت يا ضال البديل، احنا كده
chaque fois on se rejoint ici ou là-bas. Je fais mine de partir, mais je ne m'éloigne pas. J'aimerais que tes doutes s'effacent avec moi. Ce que le cœur sait dire, les yeux ne le voient pas. S'efface pas. Moi qui pensais que tu ne voulais rien de moi. Un pas vers mon avenir, c'est un pas vers toi. وحدة بوحدة. ونحن كده حلوين. المخرج الكويتي يعقوب مهنو مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. الله يخليك. الله يخليك. ويعني أنا لي الشرف أن أكون معكم, وأعتبر هذا احتفال بوحدة بوحدة من باريس أن أكون معكم. تسلم تسلم. بس أنا حابة أسألك سر النظارة. النظارات الشمسية يعني. لأن أنا جاي من الكويت ماخذ الشمس معي جايبها. يعقوب, نسأل عن العمل القادم. يعني أنت بديت بداياتك دائما قوية وجريئة أيضا. هذا العمل جريء. بيبقى بعد ذاك التحدي في الخطوة القادمة, لازم تكون غفزة أيضا. والله شوف, الخطوة القادمة شكلي بعتزل بقاعد في البيت. لأن بعد خالد وين بروح؟ أنا هذه راح يكون في عمل آخر مع خالد. نعم. طيب شكلنا حنحط لك أغنية روح لمين يعني. روح لمين. روح لمين بعدك يا خالد. لا مشكلة. فكرت في هذا السؤال. إيه. طيب. وتعرف متى حسيت فيها؟ نعم. أول يوم نزل في الكليب حسيت الإحساس هذا. قلت حق نفسي أوكي. وين أروح؟ مش وين أروح. أنت تعاملت مع واحد مثل خالد. شم نعم. خالد. نعم. جد والله فعلًا. طيب. دائمًا الواحد يحب يتحدى نفسه. طيب. هو مش غرور على فكرة, هو مش غرور, مش إنه ما في فنانين في, بس يعني استمر مع خالد, يعني أتعامل مع أفضل من خالد. أفضل من خالد صعب. طيب. استمر مع خالد كمان صعب. طيب. وحاب إن استمر, وعندنا عمل جديد وهي مجموعة أعمال أصلاً. الكاتب فقط. نعم. فقط يعقوب مهنا, لا تريد مغامرة مع فنان من الشباب الجدد؟ يعني سؤال جميل. لا 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 بالعكس. لكن تعرف لما اشتغلت في باريس واشتغلت مع خالد ودخلت المطبخ الخالد, عرفت الفرق ما بين المطابخ الأخرى أوكي
ومطبخ خالد. بمعنى الذهنية، التعامل مع الموسيقى، الإحساس بالموسيقى، ما هو الفرق يعني؟ الفرق أنك أنت تتعامل مع إنسان عالمي بالفكر، بالموسيقى، يعني التركيبة، يعني في التركيب، حتى طريقته في التعامل معها، من أبسط عازف إلى مثلا هنقول نعم فعلا هذه معروفة على شب خالد. إيه، فأنت لما تحاول تطلع من الدائرة هذه تروح دائرة ثانية أعتقد صعبة، كثير صعبة. يعني مع احترامي الأكبر، أنا تعاملت مع نجوم كبار في الخليج وفي العالم العربي، نعم، في مبدعين طبعا، لكن ما عندهم سيستم خالد. هو بعيدا عن النجوم، شباب اليوم يعني ما صنعته برامج النجوم وما إلى ذلك، لا تريد يعني حتى ولو أنا تجربة. أنا تكلمت عن برامج النجوم من قبل، صح؟ يعني هذه وقلت بأنها لا تصنع نجوم على فكرة. تذكر ما تفتحي لنا على برامج النجوم، لا بس أنا سؤالي غامر، مش حلو. لا أقول لا، أنا أصلا هم هذا اللي خربوا الفنان، شفت؟ فخلينا نكفي هذا. جاوبني بس، لا تريد المغامرة يا يعقوب هنا، لا تريد بالمرة المغامرة. لا أنا شوفي، أنا مفتوح لأي تعامل. أنا أتكلم عن رغبتي وتوجهي، لكن مش إني راح أرفض أي عمل. لا ما راح أرفض، ليش أرفض؟ طيب يعني لن تتوقف أيضا عن العمل، يعني بأي حال من الأحوال ستستمر في العمل؟ أكيد. لا أكيد. أكيد. فأكيد لديك حلول. الحلول اللي هي أني راح أكمل مع خالد، نعم، وراح أحاول أني أتجه إلى 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 برا الحدود، يعني بروح للعربية، خلينا نقول الفن الغربي أكثر، الفرنسي، الأمريكي، وبالذات راح أتوجه للسينما، يعني كليبات. هذا هروب إلى الأمام نسميه، يعني أن إحنا نحتاج لمثل هذه القامات في الموسيقى العربية أن تظل موجود وأن تخرج لنا أصوات جديدة. يقوم معنا هذا تحدي، هذه مسؤولية. شوف أنا بقول لك نفس الكلام، بتقول لي لا تكلم. على فكرة يعقوب مهنا هو الآن يقول لك أنا يعني هدفي العالمية وبس. طيب جوليا، إذا كان موجود، أنا عندي لك اقتراح. سنستمع لهذه الأغنية مع جوليا الآن. حميد بوشناق هو فنان من المغرب، عمل أغنية مع الموسيقي البوب المعروف تيليري سيلفر، أنتجوا أغنية رائعة جدا. توفي هذا الموسيقي وهو في مقام بيتر توش، وأيضا بوب مارلي توفي هذا الموسيقي قبل أن يسمع هذه الأغنية أو الديو مع حميد بوشناق. نستمع لهذه الأغنية واعطيني رأيك.
ماما ماما نعم معنا دائما المخرج والمنتج الكويتي يعقوب مهنا بعد إصدار هذا الكليب الرائع والأغنية الرائعة لشاب خالد وحدة بوحدة واستمعنا لهذا اللحن انطباع أولي جميل جدا جميل 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 وتركيبته حلوة ما بين الأفريكانو والرقي والهيب هوب ولا خطير انا عجبني بصراحه يعني في امل نلقى اصوات مثل لا هذه لا في العالم لا يا اخي ليش تحسسني طبعا في امل طبعا طبعا احنا نشوف دائما الحمد لله يعني بثقافتنا العربيه عندنا انفتاح كبير على كل دول العالم جميل ونخاطب الناس من خلال الفن ومن خلال الموسيقى الموسيقى وهذا دورنا يعني وهذا المسج احنا يعني لا في طبعا في يعني قامات عندنا نعم. لكن احنا نتكلم كدوري انا يعني على المستوى الشخصي نحاول نقدر اللي نقدر عليه نسويه يعني على فكره حميد بوشناق من جيل الشاب خالد الشاب مامي يعني هذه الموجه اللي ظهرت الراي اللي ظهر وكان في هالفتره من نعم نعم يعني لما استضفناه بالامس انا استمعت لهذه الاغنيه بالامس فقط يعني جميلة هي جميلة. خرجت وحتى السيلفر اللي عامل معه والديوتو في قبل ان يستمع لهذه الاغنيه معه يعني كان متاثر جدا بهذه التجربه وتحدث عن انه بعد هذه التجربه ماذا سافعل يعني كان هو نفس السؤال يتساءل حميد بوشناق يعني قال بعد هذه التجربة العظيمة سأمر بمحنة نعم. ولوقت طويل حتى أجد عمل آخر بهذه الإمكانيات أن يخرج للمجتمع العربي صحيح. يعني هي تحديات يومية في مجال الموسيقى وفي مجال الإنتاج ومجال الإخراج مهنة لا إحنا أنت عارف شو المشكلة أنا فاهم شو هو يقصد إحنا المشكلة في العالم العربي ما عندنا السيستم الغربي يعني السيستم الغربي في صناعة نعم. إحنا اللي عندنا مش صناعة إحنا عندنا محاولات شخصية نعم مجموعة فنانين يتواجدون في مكان ما يحاولون يصنعون صناعة غن وغنوتين لكن ما عندنا سيستم الصناعة اللي موجود في يوروبا أو في أمريكا نعم فهو طبيعي إنه هو يحس بالموضوع هذا لأنه ما في الفرص اللي هي المستوية ممكن واحد يعمل عمل كل 5 سنين مرة نعم لكن في أمريكا وفي أوروبا تنجحين اليوم بعد 4 أيام في شيء جديد تعملي خطوات إحنا طيب عندنا لا وين المشكلة وين المشكلة المشكلة في شركات الإنتاج ما في شركات إنتاج ما في ما في سيستم كامل ما طيب في أنت بتقول ما في شركات إنتاج بس اليوم يعني نتحدث عن شركات إنتاج معروفة في العالم العربي ما في تنتج نجوم بين قوسين ما في أنت بتقول إنه ما في تحت الهواء أعطيني اسم شركة أتحداك يعني اي واحد انتج في واحدة بس ما فيني اذكر اسمها اكيد من الشركات المعروفه اللي يعني بين قوسين صنعت نجوم نتحدث عن يعني نتحدث عن روتانا يعني لا يعني هي نمبر 1 روتانا يعني روتانا اخر 8 سنين توزع ما تنتج نعم توزيع فقط والفنان هو اللي يدفع وهي تاخذ عقود ولا لا لا كانت طيب وطبعا انا احب روتانا وكل اهلك الاحترام هذه قضيه مش انه اساءه لا لكن الحين روتانا توزع فقط هي مجرد شاشة تلفزيون وشركة توزيع طيب هذا يقودنا للسؤال لماذا؟ يعني لماذا شركة كاروتانا كانت تنتج مطربين وتنتج فنانين شباب تتجه اليوم للتوزيع هل هناك أزمة مطربين جدد في الساحة الفنية؟ شوف أنا قلت لك إحنا في العالم العربي السينما والموسيقى كان فيها سيستم مثل برا والسيستم هذا اللي سبب سياسي واقتصادي وقف طيب نعم ما عندك سيستم مراحل الفنان من واحد جديد لا يكبر ما عندك شركات إدارة أعمال ما عندك شركات إنتاج ما عندك إدارة حفلات نعم. ما في السيستم هذا مفقود نعم. تماماً هو على فكرة يعقوب مهنا تذكر نقطة مهمة جدا إنه الباكيج بين قوسين اللي يكون محيط بالفنان إن كان من ناحية الإنتاج توزيع الصنع بس يعني من خلال ما نراه مؤخرا حتى اللي مذكور في مقالات وما إلى ذلك بخصوص الفنانين بعض الفنانين حاولوا إن هم يصنعوا النجومية بأنفسهم من بين هذه الفنانين مثلا سعد المجرد فنان يعني مع بداياته يحاول بعيدا عن شركات الإنتاج وما إلى ذلك أن يصنع لنفسه اسم وكان يعني قبل الأحداث التي نشهدها حاليا قد نجح يعني توفق في صنع مشوار نجم أول شيء أنا أحب أحيي
الفنان المغربي الحبيب سعد المجرد، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يخرج من هذه المحنه، يخرج من هذه المحنه ونحتفل. وهذا انا التقيت فيه مره بالكويت في فبراير، وانسان جميل واخلاقه حلوه وولد مميز. وعلى فكره سعد حاله يعني سعد صنع نفسه بنفسه، يمكن مع والدته وابوه ها في جو فاميلي في عائلي وطلع وفاهم البز وفاهم الفن وفاهم السوشيال ميديا وعنده تركيبه. لكن هي حاله قد تكرر وان شاء الله اتمنى الاستمراريه. لكن تظن سيعود سعد بعد اللي صار؟ يعني سيعود بقوه جارفه. جميل، نعود لك. يعني دائما الكره في ملعبك عزيزي يعقوب، انت كل الكره بملعبك. نعم، انت من المنتجين ومن المخرجين الشباب وموجود في الساحه العربيه ولديك رؤيه جديده للموسيقى العربيه. يعني اذا لم نستفيد منك انت في اخراج بعض هذه الاصوات الشابه الجميله، من ننتظر؟ لا شوف، يعني هو تحدي، يعني اتحدث عنك وعن امثالك من الشباب. ايد واحده ما تصفق. طيب يعني ايد واحده ما تصفق. يعني انا بقول لك شغله، اوكي انا الحين انتجت. طيب على فكره بس بقول لك شغله، في الفتره الاخيره الوحيد اللي تميز بفنه واللي تعامل مع كل النجوم هو الموسيقار طلال، وعنده ما شاء الله يعني عنده مكتبه وهو مدرسه وتعاون مع الكل. واحنا اشتغلنا مثلا مع بعض في في, في مع النجوم الكبار. لكن انت اليوم هذه صناعه الغنوه، لكن في تسويق، في اداره الماركتينج، هذه لازم مش احنا نسويها، شركات متخصصه وشركات انفست معانا صح. لكن انت بتسوي، لان تدري اليوم انت في اغاني تنزل على السوشيال ميديا ما تعرف مين اللي غناها، وتشوف الفيور شيب يوصل 15 مليون. نعم 15 مليون، وهذا الانسان اول مره غير. هل هذه الارقام حقيقيه؟ لا طبعا. هناك شراء مشاهدات، يعني بالامس كنا نتحدث عن هذا الموضوع. نعم. حنان على ذكر مغنيه وسالنا عن هذه الارقام هل هي حقيقيه، مغنيه لبنانيه. انا بقول لك على شغله. نعم. وهذه يهمني اقولها للجمهور خالد على الهواء. اول ما نزلنا الكليب احنا منزلينه طبعا نورمال، يعني منزلينه. نعم. نورمال. وقال ما حققش وما ادري شنو كذا كذا. انا ابتسمت قلت شوف، اي عشان تعرف اللي كان الرقم هذا صح ولا، ادخل شوف الريشيو مال اللايكات وانزع الكومنتس. دائما يكون في ريشيو، الريشيو يكون معكوس، تلاقي عندك الفيورشيب ملايين والكومنت ما تعدى 500. هذا نمبر 1. نمبر 2، تعال خلينا نحسبها، لما اغنيه مثل النوع هذه تنزل خلال 4-5 أيام تحقق 15 مليون، نتكلم على أي مين يعني منو هذيل ال 15 مليون؟ في باكيجز معروفة تنشرة وفي كذا، لكن الناس اللي واثقين من فنهم وعارفين مش بالفيورشيب أبدا. نعم. لكن هي بانتشار وباستمرارية الأغنية. هذه على أي طبقة ظاهرة يعني ظهرت مؤخرا أنه نسب المشاهدات التي ترتفع على تويتر مقياس. في الأول لم تكن مقياس، يعني في الأول ما كانت مقياس أبدا، يعني فقط مع هذه المواجهات الجديدة والسنوات الأخيرة. اللي ابتدع على فكرة، اللي ابتدع الفيورشيب مين؟ حسين الجسمي كان دخل جينيس، أول واحد دخل جينيس أتذكر ب 30 لا بشرة خير. بشرة خير بشر نعم نعم، هي كانت أول أغنية عربية تدخل جينيس. لا بشرة خير موضوع آخر. ليش موضوع آخر؟ لأن هي وطنية. نعم. وطنية، والظروف اللي مرت فيها مصر كانت هي هذه أقول عمود من لعمدة الحماس المصري. بالعكس يعني هذا موضوع آخر. نعم، المقياس في استمرارية الأغنية، يعني مثلا استمعوا لها 15 مليون خلال 48 ساعة. طيب اتفقنا، لكن هل ستستمر هذه الأغنية؟ ستزاع؟ سيستمع لها الجمهور أم ستغيب كغيرها من آلاف الأغنيات اللي مرت؟ هذا أنت حطيت إيدك على الجرح. نعم، هذا هو المحك الحقيقي للأغنية. أنت حطيت إيدك على الجرح. الاختبار الحقيقي. نعم. لأن بعد 5 أيام فجأة راح يوقف روم. نعم. ستنسى هذه الأغنية. بالضبط. طيب، ونحن نقترب من نهاية هذا المشوار، لم نتحدث عن مشروعك القادم يا أخو. مشروع القادم راح يكون بالنسبة للغنى إن شاء الله راح يكون في عمل آخر مع خالد بإذن الله، قاعد نجهز له من الحين. نعم. جديد، أغنية جديدة. جديدة جديدة جديدة, جديدة. من الصندوق. أوكي. صندوق المفاجآت. صندوق المفاجآت. نعم.
ومختلفة تماما، ستايل جديد مختلف تماما. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة على مستوى هذا حصريا مونتي كارلو، مونتي كارلو الدولية، راح ان شاء الله بشهر اواخر شهر 3 راح نصور فيلم في باريس وفي نجوم العرب، وراح يكون لاول مره تمثيلي انا. طيب احنا انا وعاطف راح الى عالم التمثيل. لا لا انا عندي طلب، انا وعاطف ان شاء الله نحضر نحضر التورناج اكيد. خلص طبعًا التصوير طبعا راح تصوره كله باريس. شوف وعد الحردين عليها. نعم. شكرا شكرا يعقوب، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبين. واستمتعنا وياك في هذه اللحظه. الله يخليكم. شكرا مونتي كارلو، شكرا عاطف، شكرا حنان، شكرا كل الموجودين، وإن شاء الله نشوفكم على طول بإذن الله. مرسي. ودائما من نجاح إلى نجاح يا رب. ولن ننسى عاطف أن نحيي أيضا مشاهدين مباشر فيسبوك على صفحة يعقوب مهنا. تحية للجميع، لمستمعينا أيضا، نحن سنودع الكل الآن. جوليان وروان، إلى الغد. إلى الغد، باي باي.